في فيديو اليوم سوف نكتشف عالم المعاملات السلسة والدفع بين الأفراد مع واحدة من التطبيقات الأكثر شهرة في المجال المالي. فينمو يقدم لك تقسيم الفواتير أو سداد المبالغ أو حتى المشاركة في هدية عيد ميلاد كمفاجأة، كل ذلك بكل يسر وسهولة. في هذا الفيديو سوف نتناول واجهة الاستخدام السهلة والجوانب الاجتماعية التي تميز فينمو وكيف قام بتحويل طريقة تعاملنا مع أمورنا المالية في هذا العصر الرقمي. أصبح فينمو اسماً مألوفاً في عالم خدمات الدفع الجوالة، محدثاً ثورة في كيفية تبادل الأفراد الأموال في عصر الرقمي. تم إطلاقه عام 2009، حققت هذه المنصة للدفع من شخص لآخر نمواً هائلاً، وأصبحت جزءاً أساسياً في المعاملات المالية اليومية لملايين المستخدمين. في جوهرها توفر فينمو وسيلة بسيطة وفعالة للأفراد لتحويل الأموال لبعضهم البعض. تشمل العملية ربط التطبيق بحساب المستخدم المصرفي أو بطاقة الخصم أو البطاقة الائتمانية، مما يتيح لهم إرسال أو استقبال الأموال بكل سهولة بمجرد بضع نقرات على جهازهم المحمول. هذه الراحة قد خفضت بشكل كبير الاعتماد على المعاملات النقدية التقليدية والشيكات، خاصة في البيئات الاجتماعية حيث يكون تقسيم الفواتير أو مشاركة التكاليف أمراً شائعاً. إحدى الميزات المميزة لفينمو هي عنصرها الاجتماعي، يسمح التطبيق للمستخدمين بمشاركة نشاطات دفعهم مع شبكتهم، مضيفاً طبقة من الشفافية ولمسة من التفاعل الاجتماعي إلى المعاملات المالية. عندما يقوم المستخدم بعمل دفع، يمكنه إضافة وصف قصير أو إيموجي، مما يضيف لمسة شخصية إلى المعاملة، رغم أن هذا الشيء قد لا يكون محبوباً للجميع، إلا أنها بلا شك ساهمت في شعبية التطبيق بين الأجيال الشابة التي تقدر الجمع بين الوظائف المالية والتواصل الاجتماعي. في البداية لإعداد الحساب، حمل تطبيق فينمو وانقر على كرييت أكاونت، اختر حساب بيرسونال أو شخصي، اضغط على Get Started. أدخل الآن رقم هاتفك واضغط على Send Code. أدخل الكود الذي تم إرساله لك برسالة. قم الآن بإضافة صورة ويفضل صورتك الشخصية ليتمكن الآخرون من إرسال الأموال إليك. داخل فينمو أدخل اسمك الأول والأخير واسم المستخدم حسب اختيارك والبريد الإلكتروني وكلمة المرور. وافق على الشروط واضغط على أجري. الآن ستنتقل لإعدادات الدفع، وهناك ثلاثة خيارات: Public أي تظهر المعاملة للآخرين، وخاصة أو فقط تظهر للأصدقاء. من هنا عليك توثيق الحساب بإدخال تاريخ الميلاد ورقم الضمان الاجتماعي وعنوانك، ثم انقر على Done. بعد التسجيل اضغط على الأيقونة أسفل اليمين لتدخل إلى ملفك الشخصي. انقر على الترس أعلى اليمين واختر من القائمة Payment Method. من هنا يمكنك إضافة بنك أو كارت. هنا يظهر لك أنه يمكنك إضافة حساب بنكي بدون رسوم للإرسال، ويمكنك إضافة بطاقة برسوم 3% لإرسال الأموال، وليس هناك رسوم على المشتريات. هناك القسم بالأسفل إذا كنت تريد الحساب في إيمكس، فيمكنك ربطه وسيعمل بشكل مشابه للبنك أو البطاقة. إذا اخترت البنك ستبدأ بالتحقق من حسابك البنكي. يمكنك إضافة الحساب البنكي عن طريق البطاقة البنكية وبشكل فوري أو إضافته يدوياً، ولكن يستغرق عدة أيام. أما باختيار ربط البطاقة يطلب منك رمز الأمان وتاريخ الانتهاء صلاحية البطاقة ورقم البطاقة والرمز البريدي، وأيضاً يمكنك التقاط صورة للبطاقة لتوفير وقت إدخال المعلومات. كما يمكنك إضافة بطاقات متعددة وعدة حسابات بنكية لكي تتمكن من السحب منها وإرسال الأموال إلى الجميع. بعد الانتهاء من الإضافة اضغط على زر الرجوع، وبالعودة للصفحة الرئيسية عليك إضافة الأموال لحسابك. اضغط على مانج وسترى خيارات الإضافة. اضغط على Add Money ويمكنك إضافة $500 مجاناً كل أسبوع، وإذا أردت إضافة أموال أكثر قد يستغرق الأمر من 3 إلى 5 أيام. اضغط على الخيار الذي يناسبك وابدأ بإضافة الرصيد وانقر على التالي ليظهر لك الحسابات البنكية التي أضفتها.
اختر الحساب الذي تريد إضافة الأموال منه واضغط على إضافة. تم الآن إضافة الرصيد، ويجب أن تعرف بأن إضافة الأموال قد تستغرق وقتاً. لإرسال الأموال اضغط على رمز البيت في الأسفل للوصول للصفحة الرئيسية. اضغط على رمز فينمو في الوسط، وأدخل الاسم واسم المستخدم والبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، كما يمكنك مسح كود للمستلم. سيظهر لك الأشخاص وصورهم. عندما تجد الشخص اضغط على اسمه وأدخل المبلغ. أما إشارة الزائد هذه بجانب صورة المستلم تمكنك من إضافة مستلمين آخرين وتقسيم المبلغ عليهم لتوفير الوقت. وهنا عليك كتابة سبب الإرسال، ثم انقر على بي. بالضغط على المربع على اليمين ستجد أغلفات تختلف باختلاف المناسبات، يمكنك إضافتها لإرسال الهدايا. من رمز القفل هناك خيارات إذا كنت تريد أن يكون الإرسال خاصاً أم عاماً كما ذكرنا. وهنا من بالانس يمكنك اختيار مصدر الإرسال، حساب فينمو أو أحد حساباتك البنكية أو البطاقات التي قمت بربطها. بالنهاية اضغط على بي، وسيظهر لك سبب الإرسال وأنه خاص، ويمكن للمستلم التعليق على المنشور على فينمو للتأكد من أنه قام بالاستلام. ولتلقي الأموال اضغط بالمنتصف على رمز فينمو، اختر شخص تريد تلقي الأموال منه باستخدام الاسم أو اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف أو مسح الكود بنفس طريقة الإرسال. اختر الشخص وأدخل المبلغ الذي تريد تلقيه واضغط على ريكويست، وأيضا يمكنك إضافة أكثر من شخص لتقسيم الفاتورة عليهم. أيضا يجب كتابة السبب، وأيضا يمكنك تغيير الخصوصية للتحويل، اضغط في النهاية على ريكويست. ادخل على الصورة أسفل اليمين ستجد تبويب المحفظة والمعاملات. في تبويب المعاملات تجد الطلبات المتعلقة، ويمكنك إلغائها أو إرسال تذكير للشخص الآخر. لسحب الأموال من فينمو ادخل إلى بروفايل الخاص بك أسفل اليمين لتجد الرصيد الخاص بك. اضغط على مانج وستجد خيارات الإرسال لحساب بنكي Transfer to Bank. اختره وسيظهر لك نافذة لإدخال المبلغ الذي تريد سحبه. هناك خيارات تحويل فوري أو خلال 1 إلى 3 أيام. الخيار الفوري يكون خلال 30 دقيقة ومقابل رسوم تختلف باختلاف المبلغ المطلوب سحبه ومكتوبة بالأسفل. أما التحويل خلال 1 إلى 3 أيام فهو مجاني. قم باختيار الحساب الذي تريد التحويل إليه من ضمن الحسابات التي قمت بربطها، ثم اضغط على ترانسفير. وبهذه الطريقة يمكنك إزالة أي بطاقة لا تريدها أو ترغب بإلغاء ربطها مع حساب فينمو، كما يمكنك إضافة حساب بنكي جديد. بالضغط على إشارة الترس أعلى اليمين واختيار أكاونت ستجد معلوماتك الشخصية والصورة التي يفضل كما ذكرنا أن تكون صورتك الشخصية ليتمكن الآخرون من العثور عليك، وستجد اسمك والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف. لإضافة رقم الهاتف ادخل لبروفايل واضغط على رمز الترس أو الأعدادات واختر أكاونت، ثم اضغط على فون نمبر وأدخل رقم الهاتف إذا لم تكن قد أدخلته في البداية ليتمكن الآخرون من العثور عليك من خلاله. بالأسفل من كارد ستجد بطاقات فينمو المختلفة. في بطاقة فينمو ستجد رصيدك الحالي، وهذه البطاقات يمكنك استخدامها في المتاجر والشراء عبر الإنترنت، كما يمكنك الحصول عليها بشكل فعلي، وفيها شريحة للدفع بالتلامس.
بالضغط على البطاقة ستجد معلومات البطاقة، وهنا يمكنك تنشيط البطاقة إذا كانت لديك واحدة مسبقاً وتريد تنشيطها، ويمكنك إضافة الأموال للبطاقة واختيار ثمن البطاقة واختيار شحن البطاقة بالرصيد عند وصول الرصيد لحد معين بشكل تلقائي، وإعداد تنبيهات عند وصول الرصيد لحد معين. وهناك العديد من الخيارات الخاصة ببطاقة فينمو مثل تعطيلها وتغيير رقمها وما إلى ذلك، وهنا ستجد العديد من المزايا مثل الدفع للأصدقاء بدون رسوم. في الختام، أصبحت فينمو رائدة في عالم الدفع الرقمي، مجمعة بين وظائف الاستخدام السهل مع مكون اجتماعي يميزها. اعتمادها الواسع يعكس تحولاً في سلوك المستهلك نحو تجارب مالية أكثر راحة وتواصلاً، سواء كان الأمر يتعلق بتقسيم الفواتير مع الأصدقاء أو القيام بمشتريات في متجر محلي. أصبحت فينمو أداة متعددة الاستخدامات تستمر في تشكيل كيفية التعامل مع الأموال في مجتمعنا الذي يتجه إلى التخلص التام من النقود.